بعد إلقاء القبض على عدد من الزملاء الصحفيين والمصورين وبعض العاملين في وسائل الإعلام أثناء تغطيتهم لأحداث المظاهرات والاحتجاجات في ميدان العباسية وبالقرب من وزارة الدفاع، على حوالي 18 من الزملاء الإعلاميين والصحفيين تطالب أولا بالإفراج عن كافة المواطنين المعتقلين في الأحداث الأخيرة، ثانيا الإفراج عن الإعلاميين أحمد رمضان وإسلام أبو العز فورا، ثالثا تكوين هيئة دفاع من المحامين من مختلف التيارات للدفاع عن الزملاء والتضامن معهم في القضايا المرفوعة منهم عما لحق بهم من أضرار مادية وأدبية، خامسا تقديم استجواب مجلس الشعب بشكل عاجل فيما يخص الاعتداء على الزملاء الصحفيين وتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي للصحفيين فيما لحق بالصحفيين المصريين في الأحداث الأخيرة. كان لبوابة أخبار اليوم حديثا خاصا مع نقيب الصحفيين الأستاذ ممدوح الولي لنعرف موقف نقابة الصحفيين من ذلك. ماذا تقول بعد الأزمة التي حدثت يوم الجمعة أثناء احتكاس بعض الصحفيين وبعض المصورين ووسائل الإعلام أثناء تغطياتهم للأحداث؟ يعني طبعا الحقيقة كان أمر مزعج أنه يتم يعني التعدي على هذا العدد الكبير من الصحفيين. كنا بنأمل أن يكون في هناك صفحة جديدة بيننا وبين كافة المؤسسات الحكومية. للأسف يعني هذا الانتكاس هذه الانتكاسة يعني نأمل ألا تتكرر، وإن كانت فيها بعض العوامل الإيجابية وأبرزها اتصالاتنا بهيئة القضاء العسكري والتزامها بالفعل بالإفراج عن كل من يحمل كرنين خط الصحفيين في نفس يوم الأحداث، والتزامها الحقيقة بوعدها لينا أنها تفرج عن كافة الإعلاميين أو حتى الطلبة اللي كانوا بيمارسوا مهام إعلامية بعد كده حسب مطالبتنا ليهم، بما يشير إلى أن احنا استفدنا احنا وهم مما حدث، ونأمل أنه الصورة في الأيام القادمة تكون أفضل إن شاء الله. حضرتك شايف ان هل هناك اخطاء من جانب الصحفيين اثناء ممارسه اعمالهم؟ يعني ما بتبقاش اخطاء، لكن احنا بيبقى في دورات تدريبيه نامل ان هم الزملاء يحضروها لتغطيه الاحداث. يعني الصحفي مفترض بياخد موقع معين، ما بيشاركش في اي انشطه، هو بيحاول يغطي الاحداث، بيرتدي بعض الادوات اللي بتساعده على اداء مهمته. مساله برضو انه الزملاء اللي هم يعني لسه تحت التمرين معهمش كرنيه عضويه النقابه، برضو مفترض ان هم ما يروحوش تغطيه هذه الأحداث في الفترة الحالية. يعني احنا بناخد دروس مستفادة من كل حدث بحيث ان احنا نقلل الأخطاء في كل مرة. اشكرك يا استاذ ممدوح.